انت. فيضطر وليد الان الى مواجهة النمل بمفرده. غدا اكاد لا اصدق. اعتد يا وليد. مذهل. وليد يتخلى عن حراسة المرمى فجأة ويتحول الى مهاجم. كيف تخلى عن مرماه بمثل هذه السهولة؟ إنها فرصتنا. لقد ابتعد وليد عن المرمى. هيا أسرعوا. لا هل سيسدد؟ لا لن أسمح لك يا وليد. ماجد إنها لك. لا تتردد. أنت في موقع التفسير. من يبيع جهدك سدى يا وليد؟ لا! إذن ماجد هو خصمي الآن وليس وليد؟ سأتصدى لها. لن تدخل. رائع. وليد لا كيف تمكن رعد مصد رميتي هذه؟ انهض يا ماجد انهض. هناك متسع من الوقت. ممتاز يا ياسين. هيا تحرك. يعود الثنائي الذهبي إلى التألق من جديد. نحن بانتظار الهدف. حقا لن أجد أي صعوبة في التصدي لهذه الكرة. سيتصدى للكرة بالطريقة نفسها. ما زال وليد مصرا على إحراز هدف في مرمى رعد. الحارس في مواجهة الحارس. تهدر يا رعد. لقد تغير مسار الكرة. رائع. إنها تبتعد. مزعج. ينطلق ماجد نحو الكرة محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إنها أثمن فرصة في المباراة. لذا لن تضيع الفرصة من يدي. مدهشة هذه المرونة يا ماجد. رائع رائع يا ماجد. هيا سددها يا ماجد. هل ستعانق الكرة؟